السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى مع دروس بسيطة وسهلة وسريعة وشروحات مفيدة. اشترك من هنا ودعمنا بلايك للفيديو. اليوم نشوف مشكل للكثيرين وهو تثبيت أمازون أب ستور عند الدخول هنا في مايكروسوفت ستور ثم البحث عن أمازون. لا يوجد هذا التطبيق هنا، فقط خدمات أمازون الأخرى. فما العمل للوصول إليه؟ يمكنك الوصول إليه بطريقة أخرى، وذلك عن طريق المتصفح أو البحث عنه في مايكروسوفت أو في جوجل. تجد هذا الروابط تحت الفيديو للوصول السريع. هذا هو أمازون أب ستور Get in Store App. تقوم بفتحه بهذه الطريقة. هذه الصفحة الخاصة به هنا، ولكن المشكل لدي تظهر لي هذه الملاحظة: Your PC doesn't meet some requirement for this product. يعني لا يمكنني تثبيت هذا التطبيق في هذا الجهاز. لماذا؟ فأقوم بالنزول قليلا. هنا أجد السبب، وهي المواصفات لازم توفرها. في الأول يقول Available on PC، يعني موجود في هذا الحاسوب. توفر ويندوز 11 فيرسيون أكثر من 22000 فما فوق. هذه النسخة 22000 فما فوق. أرشيتكتر 64 بيت أكيد متوفر، ولكن الغير متوفر هو الميموري 8 جيجا بايت أو 16 جيجا بايت. 8 جيجا بايت مينيموم، يعني فمشكل كذلك، يجب أن يكون 16 فما فوق. وكذلك بروسيسور، هنا أعطانا ثلاث أمثلة، إن كان انتل يكون أضعف أكثر من 3 فما فوق. جينيريشن 8، يعني الجيل 8 فما فوق، وإن كان AMD ريزن 3000، كوالكوم سناب دراغون 8 سي فما فوق. إذن يجب أن يكون جهازك بهذه المواصفات ليمكنك تثبيت هذا التطبيق. فهو تقريبا محاكي لتنفيذ أو تشغيل التطبيقات فقط، وليس بشيء الجديد، لأن هناك برامج كثيرة محاكاة لتثبيت التطبيقات في الحاسوب، وشرحت الكثير منها، تجد بعض الشروحات في الأعلى وفي الأسفل تحت الفيديو. أتمنى أن يفيدكم هذا الشرح. في الأخير شارك هذا الفيديو إن أعجبك، اشترك في القناة. إلى الشرح القادم. Peace.